هكذا تواصل مشاهد الكرام في هذا الصباح شوطنا 13 مع الأبكار المحليات الأصايل. انطلاق موفق نتمناه لجميع المشاركين. المسك مع المركز الأول بطيء بن محمد بن راشد الشامسي هو من يقدم المسك مع المركز الأول في هذه الإثارة وفي هذا الانطلاق. لكن اللي غيرت أيضا شديدة أو مياسة سعيد بن سليم العامري قدم مياسة على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني المسك وبطيب بن محمد بن راشد الشامسي احتلت المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. المركز الثالث تتقدم أيها الحول الكريم مختارة وسيف بن سهيل بن سيف بن كلثم الأخيلي احتلت المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم من ميمنة الميدان في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع بلقامة مشاهدينا الكرام، وتتقدم أيضا أسياد مسلم بن حمد بن قناص العامري احتلت المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس هذا الحضور وهذا التقدم من خلال تواجد الذيبة محمد بن راهي بن تريس الظاهري احتلت المركز الخامس في هذه اللحظات. أتابع بعد المركز الخامس، أتابع هذه الأسماء وتابع هذه الشعارات الحاضرة في هذا الانطلاق وبهذه التحديات الرائعة والجميلة. ما شاء الله وتبارك الرحمن، شوف الأسماء وشوف الشعارات وشوف أيضا الهجوم والزحف نحو ركب الصدارة. ما شاء الله وتبارك الرحمن، شوف التحدي وشوف الأبداع في هذه اللحظات وبهذه التحديات. ما شاء الله تبارك الرحمن في هذه اللحظات. لكن بعود مع بن سليم على مقدمة الشوطة مع مياسة العود مع المركز الأول. سعيد بن سليم بن علي العامري هو من يقدم مياسة على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. ولكن المسكة بطيء بن محمد بن راشد الشامسي يتقدم بو محمد حاضرا في هذه اللحظات ويقدم المسك على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث تتقدم في هذه اللحظات اللي هي مختارة وسيب بن سهيل بن سيب بن كلثم الأخيلي احتلت المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم مشاهدنا الكرام في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع ولا يبنى لها طاري حملولة مبارك بن حضبان بن فالح الشامس احتلت المركز الثالث. المركز الخامس من قناص يتقدم بدوره في هذه اللحظات، ولكن تدخل في هذا الإثارة وبهذا الاندفاع من خلال تواجد الشامخة وحميد بن حمد محض الشامسي احتلت المركز الخامس في هذه اللحظات. تابع لي بقية الشعارات الحاضرة في هذا الانطلاق وبهذه أيضا الإثارة المستمرة. ما شاء الله وتبارك الرحمن، شوف الأسماء وشوف أيضا التقدم وبهذا أيضا الإبداع المستمر. يا سلام، هناك نعود إلى مقدمة الشوطة، نعود إلى سكان المقدمة بعد المتابعة لهذه الشعارات لهذه الأسماء الحاضرة المندفعة بهذا الاندفاع وبهذا الإبداع المستمر. ما شاء الله وتبارك الرحمن، شوف الإبداع. وهذا بن سليم لا زال مسيطر على مقدمة الشوطة مع مياسة مع المركز الأول، مياسة على الصدارة على مقدمة الشوط. سعيد بن سليم العامري هو من يقدم مياسة، لكن المسك مع المركز الثاني يقدم المسك. هناك بطيء بن محمد بن راشد الشامس يقدم المسك في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث تتقدم مشاهدنا الكرام اللي هي هملولة مبارك بن حضبان بن فالح الشامس يقدم هملولة على ثالث الأسماء في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. المركز الرابع اسم آخر بدأ يدخل مع نعامة ومحمد بن صالح بن مقرن العامري يقدم نعامة على رابع المراكز في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع والإبداع المستمر. ما شاء الله الكيلو والمتر الأخير والتحدي المثير في هذه اللحظات وبهذا الأبداع. ما شاء الله وتبارك الرحمن، شوف الأبداع، شوف التحدي. بن سليم
بن سليم مسيطر على مقدمة الشوطة مع المركز الأول، قدم لا سامحون في الشوط الذي مضى وانتهى منذ لحظات، يقدم في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع اللي هي مياسة على مقدمة الشوط، مياسة مع المركز الأول تنطلق بهذا الانطلاق وبهذه التحديات، لكن محاولات المسك وكذلك هملولة وأيضا تقدم مع نعامة. يا سلامي على هذا الإبداع، التحدي المثير والخطير، يا سلامي عليك يا بن سليم على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع مع مياسة العود مع المركز الأول، تتقدم الجموع في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع مع المركز الأول. سعيد بن سليم بن علي العامري يضيف النقطة الثانية في هذا الصباح، قدم سامحون مع الشوط الذي انتهى ويقدم مياسة في هذه اللحظات. خلاص هذه هي مياسة، ولكن شوف هناك، يا سلامي عليك، راعي السمح يبدونا وبنهدف في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع، ما شاء الله تبارك الرحمن، شواهين بن هدفه غيرت الامور مع المركز الاول، تهانينا وناموس لبن هدفه. المركز الثاني عند ايضا بن سليم، المركز الثالث عند بن مقره، المركز الرابع عند بطيب بن محمد بن راشد الشامسي، والمركز الخامس في هملوله مبارك بن هضبان بن فالح الشامسي. هذه هي نتائج جرام مشاهد الكرام للمراكز الخمسه الاوائل، ساعه وصولها وعبورها نحو خط النهايه بتوقيت ومقداره 7:41. تهانينا وناموس نبعثها لمالك شواهين أيضا ومن قدمها حاملة رقم 25 في هذا الصباح وبهذا التحدي الرائع والجميل، فله التحية مشاهد الكرام مبارك أو محمد بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري، فتهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار.